ما زالت مشكلة حقوق المرأة في العراق والوطن العربي قائمة لغاية الآن، وهذه المشاكل تزداد بالرغم من الحقوق التي يمنحها القانون والمجتمع للمرأة. تواجه المرأة الإعلامية مشاكل عديدة رغم أنها تمتلك حقوقاً عدة أكثر من غيرها من النساء. تتعرض المرأة الإعلامية إلى ذات المشكلات التي تتعرض لها النساء العراقيات في العمل والبيت، والتشريعات والقيود التي تفرض عليها، فتعاني من الإقصاء وحرمانها من حقوقها. أما النقطة الثانية فهي أن الإعلامية العراقية امرأة مثقفة، لذلك فهي تعاني معاناة كبيرة في مجالات حقوق الإبداع والحريات ودورها كمنتجة ومبدعة ودورها في حقها في صنع القرار. والنقطة الثالثة كانت حول المعاناة التي تلاقيها الإعلامية في عملها من تهديد وتمييز وتضييق وإقصاء من مراكز تصدر القرار، ويعزى ذلك إلى غياب التشريعات العادلة والمنصفة. لذلك يجب أن تتمتع الإعلامية بوافر من الحرية في البيت أو المجتمع، وأن تكسر القيود التي تمنعها من مواصلة عملها، وأن تلعب دورا فعالا كالذي يقوم به الرجل الإعلامي. ومن المشاكل الرئيسية التي تواجه الإعلاميات هي العنف الذي تتعرض له أثناء تأدية الواجب، والذي تعددت أشكاله بين تهديد وإقصاء وتحرش وتهميش وتمييز طائفي. ولحل هذه المشكلة يجب التركيز على نقطتين، وهي تفعيل دور الشرطة المجتمعية وإيجاد قوانين لإنصاف الإعلامية وحمايتها.